بسينتيا نهرة آرت غاليري على تحويطة معرض ل أنطوان منصور الموجود معنا اليوم، معرض للوحات مميزة رح نشوفها بعد شوي ونحكي عنها بالتفصيل. هالمعرض بلش من يومين بخمس الشهر وبيستمر لغاية 16 شباط، كل يوم من الساعة 11 للساعة 7 والسبت من 11 للتنتين. أنطوان منصور أهلا وسهلا فيك. ميرسي ميرسي. اختصاصك أنطوان هندسة داخلية ولكنك انتقلت للرسم، شو الرابط القريب بين الهندسة الداخلية وبين الرسم، وهل أي رسم المهندس الداخلي بيقدر يكون مهتم فيه؟ بالحقيقة من أنا وصغير كنت بهتم بالرسم، كنت عم برسم بشكل تلقائي وعفوي. الوالد لاحظ هالشيء بس وجهني نحو أنه أعمل هندسة داخلية لسبب بسيط، أنه قال لي الرسم ما بتطعمي خبز. فبقى اتجهت نحو الهندسه الداخليه وبصراحه مندمت، لانه هالشيء ساعدني انه اخلق نوع من الريجر، نوع من الشغل على ذاتي، ونوع من انه ترتيب طريقه بترتيب الافكار، صرت اعرف كيف رتب افكاري ونسقها مع بعضها بوضوح بوضوح المهندس، بوضوح طريقه التفكير اللي بيستعملها المهندس. وبصراحه هذا الشيء ساعدني كثير انه اقدر اتحمل نفقات حياتي الماديه، لحد ما اجى وقت حسيت انه من خلال مطالعاتي الفلسفيه، من خلال البحث والتفتيش تبعولي عن اشياء بعتبرها بصلب الحياه، بصلب الوجود، حسيت انه اختمرت وعم بقدر شوف صور قدام عيني، صور مش لا تنتمي الى الواقع، صور بتعبر عن حقائق كثير داخليه وممكن انه يستفيدوا منها العالم من هالتجارب هيدي. فبقى لاحظت انه قررت انه بدي بلش ترجم هالرؤى وهالافكار هيدي، بدي بلش ترجمها لرسمات. كنت بهالوقت هيدا عم بشتغل بدومين البرسبكتيف اللي هو تقنيا عم بيساعدني كثير انه طور التقنيه تبعولي. اكتملوا اثنين، قلت لازم بلش ارسم. خلينا نشوف اللوحات بعد هالمقدمه ونشوف اي نوع من رسم اللي كثير مميز، وقلت لي ميتافيزيكي هيدا الرسم فينا نقول. نعم نعم. خلينا نحكي نشوف لوحة لوحة. نعم. هاللوحة شو بتحكي؟ هيدي اسمها الطفل الهارب من الوقت أو رقص العنكبوت ذات الاثني عشر رجل. إذا تفرق. حاطيها الاسم الاثنين، بتعرفي في غنية لفيروز بتقول يا دار دوري فينا، بيقولوا بيسألوها ليش أنتم ما كبرتوا، بنقول لهم نسينا. نسينا. وهيدا الطفل هو هارب من الوقت. يلي منشوف وراه هو لوحة أو خشبة، كل زيح بهالخشبة ستون فيبر بعبر عن سنة مرقة بحياتنا. هالشيء اللي عم نشوفه، هالترو بقلب الخشبة، عم نشوفه سي كوم ان ترو دو ميموار. الطفل يعيش وقته بغير تفكير، بغير مبالاه، الوقت بيمرق، هو هربان من الوقت، ما حاسس فيه. مشان هيك منشوف انه هالعنكبوتي اللي حاطت اجرى على 12 رقم تبع الساعه بط، صار في ضياع للوقت، صارت ساعة غير مقروءة، ضاع الوقت. عم نشوف لوحة ثانية. نعم. يلي اسمها تمثال الأكروبات. هو بالحقيقة الأكروبات هو الإنسان الذي فينا. هو إنسان يغير ويعدل بالمواقف حسب اللحظة. ما كنت أنا قبل دقيقة منه هلا أنا. أنا أتغير كل لحظة لأنه أنا كائن حي أعيش عايش. فبقى هالأكروبات هيدا اللي عنده عدة وجوه، وجهه غير مقروء. الكل بيقدروا يقروا لوحاتك أو بحاجة لتفسير أوقات، أو بتحب أنه يقروا الناس لوحاتك مثل ما أنت حابب توصل المسج، أو لا يقروها على ذوقهم؟ بصراحة كل رسام عنده فيزيون معين. من خلال أنت سميتي فن ميتافيزيكي، أنا قلتي لي عنه فن ميتافيزيكي، أنا بسميه فن يعبر عن الرؤى الروحية. يعني اللي بدي اقوله انه الرؤيه الروحيه تغلف كل الرؤى، تستوعب كل الرؤى بذات الوقت. مشان هيك الناس اللي عم بيشوفوا هاللوحه بيشوفوه من خلال تجربتهم الشخصيه، وشغله كثير مهمه انه كل لوحه هي مراه تعكس تعكس روح المشاهد. انا لفتتني هاللوحه كثير، كنت عم شوف من قبل شوي اللوحات، يعني مختلفه عن بقيه اللوحات، فيها عنصر جمالي اكثر. نعم. قصد او بت...
بترسم تتعطي المسج وبعدين شو بيطلع معك؟ اللوحة اللي هلا عم شوفها انا على الشاشة. صحيح. بالحقيقة اللي عم تحكي كثير مزبوط، في عنصر جمالي يكتمل العنصر الجمالي عندي بالتقاء الأضداد، بالتقاء البوزيتيف والنيجاتيف، الحد الأقصى من هون والحد الأقصى الثاني من هون. يعني منشوف نحن الوردة البيضاء مع القلب الأسود، منشوف البراءة كما أنه منشوف السواد الحالك جوا، منشوف رجل الثلج البارد يلي بيعاكس هالفحم السوداء الموجودة على رأسه. من هون بالحقيقة في رؤية جمالية، لأنه الجمال هو التقاء، هو نقطة توازن لالتقاء الأضداد مع بعضها. هيدي رؤيتي الخاصة يمكن للفن، بس بتصور أنه رؤية عالمية كمان. هون في ناحية جمالية، بس بحس مش قصدهم، يعني مش هدفك الأول هي الناحية الجمالية. نعم نعم، هيدا هدفي الأول لا يأتي من ناحية جمالية، هدفي الأول أنه أرسم الرؤية اللي شفتها أنا بحالة تأمل، بحالة شرود، بحالة ما بين الواقع والحلم. شفت هالصورة هيدي واللي هي بهالوضع هيدا، بهالصورة هيدي هي الملاك الذي يهرب، اللي عم يهرب من الغيمة. الغيمة ما بعرف إذا الكاميرا بينتهم تحولت لصبايرة، صار فيها شوك. سي لونج فيون لو نياج اون كاكتوس، ما جربت ترجمها بالعربي مزبوط. كأنه الملاك عايش بحقيقة إيديال كتير، بحقيقة مثالية، وكأنه هالملاك في شيء وعي، في شيء على الأرض عم بيصير، يلي هو منشوفه المشهد الحب الحسي، هالحب الحسي، كأنه وعي، كأنه هو عايش بالحقيقة المثالية وعيش بالحلم، كأنه في شيء وعي وفي شوك، والغيمة تبعه تحولت لشوك، هو شوك الواقع. شو التجربة اللي بتوصلك للوحة من هالنوع؟ يعني بتمسك الريشة وبتبلش ترسم وبعدين شو بيطلع معك مثل كثير من الرسامين، أو لا هون عم بيكون عندك حالة معينة وبدك تجسدها، يعني قرر تجسدها؟ بالحقيقة فت بيصير بالموضوع، أنا عند لما أرسم بتكون الصورة موجودة قبل. أنا عندما أرسم أكون أداة لا أو كنال حتى عبر عن هالفكرة اللي كانت موجودة قبل بذهني، واللي هي كانت خلال مرحلة تأملية. لما يجي الرسم بصير لمرحلة تنفيذية، يعني فيك تعتبري هون بذات الطريقة اللي الأرشيتكت بيشتغل فيها، بكون عنده رؤية، بكون عنده رؤية بيرجع بيجي بحطها بجسدها على الأرض. عم نشوف كتير المرآة، يعني المراية كتير بتتردد، يعني الإنسان عم يشوف حاله، عادة ما بيشوف حاله عندك مثل ما نحن عم نشوفه، بيشوف حاله بغير طريقة. في هدف من هالموضوع؟ المرآة بسميها ريفليكسيون. ريفليكسيون. الريفليكسيون يعني سي لا ريفليكسيون، سي لا بونسي، التفكير. نحن بطريقة التفكير هو الفكر. نحن بالفكر تبعونا نختزل صور كأنه مرآة، رأسنا بيشتغل أوقات كأنه مرآة عم بيعكس الأشياء اللي عم نشوفها بالعالم الخارجي. بس أكيد نحن بناخذ الصور بنجمعها بنضربها بنطرحها على طريقتنا، نحن بنطلع بحلول كمان على طريقتنا نحن. كمان هون شو عم نشوف؟ هون عم نشوف تقريبا أول لوحة رسمتها، وكانت فعلا عم برسمها يعني كثير متأثر. هي اسمها رافائيل يسقي عواميد الباطون. وفي كثير، وهيدي اخذت الجائزه الاولى بمتحف سيرتو سنه 2004. وهي تعبر بكل بساطه، رافائيل هو ابني. بوقت معين صار يكبر هالولد، بدنا ناخذه على الطبيعه بلبنان وما نقدر نلاقي محل فعلا انه لائق نقدر ناخذه. فمن هون كانت مثل تعزيه، تعزية لإلي نوعا ما، إنه هالولد البريء يلي عم يسقي هالجنينة الباطون أملا إنه يطلع فيها، وإذا بتلاحظي مطرح العمود عم يسقي يطلع فيها نقطة خضر، نقطة أمل. بالحقيقة العالم كثير حبته بلبنان، هذا من أكثر اللوحات الشعبية، لأنه حقيقة بفش لهم خلقهم شوي على الباطون، على جمهورية الباطون. أنطوان منصور أهلا وسهلا فيك، برجع بذكر المعرض مستمر بجاليري سينثيا نهرة، بسينثيا نهرة أرت جاليري على تحويطة، كل يوم من 11 لل 7 بتكون موجود بالمعرض؟
يعني مش دائما، بس اذا في عالم بتحب انه تلتقى بالمعرض بتجرب جرب تتصل بالجاليري. فاذا كل يوم من 11 ل 7 والسبت من 11 لتنتين لغايه 16 شباط. اهلا وسهلا فيك. بتشكركم كثير على هالفرصه، الحقيقه نادره وحلوه كثير انه اظهر على الشاشه وعبر شوي عن اللي بقلبي. يا هلا مشاهدينا، هلا وقفه ومنرجع نتابع.